كيف نصنع صاروخ ورقي؟ نحتاج إلى ورقة، مسطرة، ودبوس. نثني الورقة من النصف ثم نفتحها. نثني زوايا الورق إلى الداخل حتى تلامس المنتصف. نثني الزوايا إلى المنتصف مرة أخرى بنفس الشكل. نطبق الجهتين على بعضهما. نثني الطرف الداخلي إلى الخارج ونكرر على الجهة الأخرى. نرفع الأطراف المثنية قليلاً لعمل الأجنحة ونثبت الدبوس في مقدمة الصاروخ. هل تعلم أن أطول مسافة داخلية طارها صاروخ ورقي هي 193 قدم؟